شانتال أزدي، صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ كثير منيح. ماشي الحال؟ اليوم ما غيرتي لنا عن توبكس النساء، يوم دور الشباب. ايه اليوم دور الشباب. اليوم رح نحكي شوي عن ترندز الدارجة لموسم الصيف أو 2022 عامة، يعني عند الشباب. وفي شغلة عند الشباب زينة، نحن عادة السيدات عالميا الموضة عنا هي زيتها، يعني إذا أنت كنت لابسة ترند بتسافري بتروحي على إيطاليا بتلاقي هن لابسين زيت الترند، بتروحي على فرنسا بتلاقيهم لابسين زيت الترند. بينما عند الشباب تفترق بين حضارة وحضارة، يعني عادة نحن العرب عنا ستيل معين ما بيلبق لنا نلبس كتير ترندز أوروبية، والعكس صحيح. يعني أنا مثلا أجي أشوف شاب عربي لابس قماشة لميعة بتلاقيها بتفقر الأوتفيت، تعي شوف أجنبي لابس هيك ترند ما بيزعجك لأنه بيلبق لهم الجانجستر ستايل، لأنه الكولتشر منهم وفيهم، يعني ما بتبقى بتزعج. وإشياء كمان نحن بنلبسها ما بتلبق لهم. بقى كرمال هيك اليوم جربت لاقي حل وسط، لأنه بعرف مرات هيك تنتقدي إشياء حتى بتلاقي ها بتقولي لي مثلا ها ما تلبسوها ها ما تلبسوها. اليوم لقيت حل وسط معقول الكل يتقبله. لنحكي عامة شو دارج عند الشباب، لأنه دارج إشياء كتير حلوة وغريبة ومختلفة هالمرة. عادة الشباب ما كتير بيعرفوا، يعني ما كتير بيلاحقوا أخبار الموضة مثل نحن. شوفي نحن البنات ملاحقين 500,000 بيج عليها ألزي كل شيء. الميك اب الشباب لا، يعني وخاصة الشاب الشرقي بتحسي دايما on the safe side، بروح بالبدلات بالتياب الكاجوال، بقول أنا الحمد لله. يعني هلا عادة هن تيبهم تقليدية، بس الحلو انه هالسنة في اشياء هيك مغيرة، بس بزيت الوقت بتضل منا مزعجة على العين، بتضل ما تلاقيها ما بتلاقيها كتير بعيدة عن شو معقول انت تتقبلي. اوكي رح نبلش نشوفهم سوا، ونبلش باول صورة لا ترندز موسم الصيف عند الشباب، يلي هو الدست كوت. الدست كوت شو معناتها دست كوت؟ هو المعطول بيجي واسع على الجسم، ما بيجي على قد الجسم، يعني ما بيجي فت ضيق، ايه بيجي واسع، وبيجته عادة بتكون رقيقة. بتلاحظي هيك بأول صورة في عنا المونوكروم كوت، قديش حلو من نفس لون الأوتفيت مع الكروس باك الرجالية. بتاني أوتفيت الانفلوب كوت، يعني تكون ميلة فوق ميلة. بالتالت اليوفو كوت، مع جياب اليوفو اللي معودين نشوفه نحن على البنطلونات، صاروا معمولين مثل كأنه أكسسوري على الجاكيت. وبآخر صورة هو الكوت مع البلت باك. يعني بتلاحظ أنه الدست كوت كله منزاد عليه أكسسوري رجالية، هذا الشيء عادة ما كنا نشوفه. يعني في بينز مثلا مع تشين، درجة أنه بدل الزر مثلا يكون محطوط كمان بين عند الشباب. الكروس باك الرجالية حتى أنه هولي ساكت ما بيزعجوك تشوف أنه شاب لبسهم، يعني بعضهم كتير مانلي، والطريقة الملبوسين فيها مقبولة وحلوة بذات الوقت. ويمكن كمان الألوان كتير بتأثر شانتال، يعني هون عم نشوف هيدي الألوان ترابية، اللي هي الترابية اللي ممكن تتقبليها تشوفيها على رجل. وأصلا كان هيدي الموضة كانت قديمة، يعني إذا بنحضر شوي الفلومة القديمة بنشوف الستيل هيك الديتكتف كمان اللي كانوا دايما يكونوا لابسين هيدا الستايل. معك حق، هيدا البلت باج، البلت اللي بنحط على الكود كان ديتكتف ستايل قبل، وهلأ درج كتير السنة بطريقة معينة بيلبق لأشخاص، يعني حسب بده يكون ما كتير شخص عنده بطن تا يلبق انه يحط البلت على الخصر، لأنه كتير دارج السنة يتحدد الخصر بال. اوكي وبس نحكي عن هيك طول جاكيت شانتال، لازم يكون شوي الرجل عنده طول معين، ايه ما كتير بيلبق او لا. هلا هيدا انكل كوت، الدست كوت بيجي انكل كوت بيوصل للكاحل. الأشخاص اللي ما كتير عنده طول تقصر الكوت، يعني ما تخلي الكوت يكون كتير طويل عليها، يكون شوي أطول من جاكيت البدلة. أوكي. اعتبري مثلا ب 15-20 سنتي بضل ملايم لطول الشاب وما بياخد من طوله كتير. أوكي. ننقل على الصورة الثانية لنكفي نحكي عن ترندز الشباب لهالسنة. هون في عنا الجامبسوت اللي نحن بالعادة أخذنا لهم إياه، يعني هو جامبسوت رجالي وبالأساس نعمل للعمال يلبسوا فوق تيابهم لما يجبوا تيابهم، نحن حولناه للترند. أحلى ترند عندي أنا. إيه وجامبسوت جلد وجامبسوت شاك وصار على الأعراض. معلي يعني بحق لنا هلا ناخد شيء من عندهم مرة بهالزمان. دين لهم كل تيابهم نحن بالأساس. بس السنة رجع جامبسوت عند الشباب درج بطريقة كتير حلوة ومنا مزعجة أبدا، يعني هو جامبسوت دقيق، يعني كمان طريقة تلبسيها فيها. بأول صورة عم نشوف الأوفر سايز جامبسوت مع التيرتل نك تحته،
واللوفرز بالاجر، اللوفرز اللي دارجين انا هلا ان انت شايفتيه مش مزعج، هيدا اول صوره. ايه لا انا بحب الجامب سوت الاوفر سايز، بس بدك في اشخاص بالبقله وفي احنا ما فينا نقعد نتخيلهم عاملين مكان يعني. في اشخاص بالبقله عرفتي انا وين راح راسي. هو هو الاشياء بدها انه اشخاص بالبقله هيدا الستايل. بتاني صوره عندنا الدنم جامب سوت يلي هو اتس كلاسيك، الجامب سوت عاده على دنم بيطلع كثير حلو. وبتالت صوره كثير حبيت طريقه التنسيق لانه الجامب سوت يعني متروك مفروت وملبوس تحته شميز، يعني هيدا لفوتو شوت لتصوير. انا بلاقي هذا اذا في حلو. مثلا حتى اوقات كثير بيعتمدوها يمكن مشاهير على بالهم يعملوا هيك ستيتمنت لوك او بفيديو كليب او بشيء هيك يطلعوا شوي من الاشياء العاديه ويعملوا ضجه لانه عاده بينحكى عنهم يعني ايجابيا او حتى سلبيا بس بيعملوا ضجه مهضومه. ايه هالطريقه هيك تنفلى جامب سوت بيعطي ستايل حتى عند البنات يعني نحن شفنا السنه انه دارج الكروب توب مع الجامب سوت المفروض. صح. ننقل على الصورة الثالثة لنشوف شو كمان عندهم ترندز معقول نتقبلها أو ما نتقبلها، ناطرة شوف الرياكشن. حبيت أنا كملت الجملة، هيدا الشيء منيح. ولا الألوان القوية ولا ممكن نحن نشوفهم على الشباب العرب صراحة ولا ممكن. ايه أول اثنين على القليلة يعني. ايه بس بقدر أتخيل أجانب لابسين هيك لوك لأنه بعرف إنه في أشخاص خاصة اللي بشرتهم بيلبق لهم الألوان البوب كولرز القوية. إذا they're of a gangster style، إذا لابسين إذا بيلبق لهم الستريت ستايل القوي، ايه بتشوف فيهم لابسين الصوت اللوي فيتون طالع حلو عليهم، بس نحن بلاها مش قلنا هالحركات نسوق انه شانتال اليوم حكيت عن هول الاثنين. خلوكم على يعني انا بتخيل حتى تبعي حتى الاجانب يعني بحس انه حلو اذا كان ضمن مثلا شيء رقص مثلا معين بفيديو كليب سونغ هيب هوب. على ريد كاربت عم نشوف كثير هيك اشياء يعني. ايه انا ما انا صراحه يعني بس شوف هيك حدا قوام ما بقدر شوفه يعني بفضل لا يعني. رح ننقل على الصوره اللي بعدها بفتكر كمان هو عن السوتس نشوف الترندز السوتس هالسنه كيف تغيرت وبهالطريقه ما بتحسيها كثير مزعجه. لا هلا باول صوره في شيء كثير حلو دارج انه البنطلون والشميز يكونوا من نفس القماشه، هذا شيء كثير حلو للصيفيه خفيف القماشه وعلى العين بضل الاوتفيت كثير مرتب بتحسيه حلو اذا شوي قصير البنطلون هيك ملفوف مع سنيكرز او مع شوز. هيدا الصيف يعني حلو، هيدا ترند كثير حلو. بالصورة اللي بعدها عم تشوف البدلة البنطلون صار أقصر وواسع، بس الطريقة اللي ملبوس فيها وعلى الجريل غامق كتير حلو. صح. أكيد هيك إشياء تنترك للشباب، يعني الشخص عادة الرجال بس يكبر بالعمر ما فيه كتير يروح على السوتس الترندي، بصير بده خلص يضل على السوتس الكلاسيك. كنا هذيك المرة عم نعمل هذا الموضوع مع مو خضرة نهار الأحد إنه الرجل بس يكبر شوي يعني فوق الأربعين أوقات هو بحس حاله إنه عباله يكون ترندي، بس هون في هيك يعني خيط كتير دقيق بين إنه نكون ترندي وبين إنه بذات الوقت نحافظ على عمرنا وعلى عند السيدة وعند الرجل على كل حال. بتصير الترند عنده بس بألوان السوت بالكرافات اللي عم بيحطها والنابكن الشوز اللي عم بينقيه حتى تي شيرتس بيصير يبعد عن الجرافيكس يعني كل شيء عليه رسمات عليه بعد يعني. الأربعين بتلاقي انه خلص في نوع من ركزه مش لك هالحركه. لا ابدا. اوكي. بثالث صوره الاوفر سايزد مونوكروم سوت على قماشه رقيقه، وبثالث بالرابعه بتشوف البنطلون واسع الانكل لينث، يعني هيك اشياء مثلا كمان بتلاحظي انه بتلبق لاشخاص معينين. هول حلوين، يعني انا بالنسبه لإلي الشباب بكثير اوقات حتى مثلا بيكونوا هن كثير ستايلش وكثير عبالهم يكونوا ديفرنت شوي، وهيدا حقهم يعني فيك، بس انه ديفرنت هيك مقبول، بس ديفرنت باشياء مثلا انه صوت فوشيا وهيك لا مقبول. عليه ايه هولي بعدهم كثير حلوين وكثير ستايلش وكثير بيعطوا ستريت ستايل. بتكوني اعطيتي كل شيء انت على بالك تعطيه بس بعده شكلك انه مرتب. هون رح تغيري رايك انا بعتقد يعني هذا فستان اول صوره. دارج كثير على فكره مش بس عند الشباب، رح تلاحظي هالصيفيه انه نحن عندنا كثير دارج الشورتس ادنسيتو هالكلمه البرميودا اللي بيجي فوق الركبه، الشورت الواسع فوق الركبه، دارج عند الشباب وعند البنات، بس الفرق عند الشباب دارج يا مع هاي ني سوكس يا مع بوتس، يعني هيدا ترند عندهم اوروبي كثير لانه بده جسم ضعيف كمان ليزبط عليه هيك ترند، يعني رجال شوي عنده عضل او مليان ابدا ما بيلبق له يلبس. هلا مثلا حقول لك شغله، اول صوره ما لها مزعج لانه اوفر سايز حلوه،
يعني بتقولي انه حدا ستايلش وحلو والالوان حلوه زيتي اي ثينك ما بعرف إيه. زيك لانه شفت الكوت اوفر سايز بس بتاني صوره عم تشوف الجاكيت ضيقه مع شميز وهيك هيدا شوية انجلش ستايل وحتى فارم جسمه بيسمح لانه هو كتير سكني يعني يلبس هيك هل ما فينا نلبس كل اوكي بتاني صوره كمان في ترند الشميز الرجالي اللي كانت من زمان بتشوفوها بالفلوم القديمه مع الجيلي والسقس العالي من فوق حلو آه يعني الشميز والجيلي كتير حلوين بس حتى البنطلون بس من تحت لا يعني لا مش حلو رح نكفي ونشوف الصورة اللي بعدها لا ترندز الشباب هون عم ننقل على البرنتس البرنتس عندهم كتير دارجين بس البرنتس كتير دقيقين كمان وبعرف انه الشباب عنا بالصيفية بتحمسوا على البرنتس وخاصة على شميزات النص كم وانا عندي حساسية على الشميز النص كم بالاساس يعني اذا ما كانت قماشة حلوة وطبعتها كتير مرتبة كتير بتطلع بشعة على الشباب واصلا الشباب العرب كتير كمان اللي قليل بيلبسوا قمصان نص كم هني كمان ما بحبوا هلا بس تكون رسمية بليز من اساسها ما تنلبس بس عم بحكي بس تكون هيك ايه حتى برنس قصدي بتحسي قليل يعني دايما بكونوا لابسين شميزات طويله وهيك لفينا وافضل بضل يعطي ستيل اجمل للشاب هلا في اشخاص معينين مثل ما كنا عم نحكي هن بيبقوا ستايلش تيب شعرهم كيف بيلبسوا كيف دي اكسسوارز بيلبق لهم هيك برنس بس بذات الوقت بدنا ننتبه يعني انه البرنس كثير بياخذوا من جسم الرجال يعني انه تكون البرنت مرتبه هلا انا على كوتس بحبها كثير لانه الكوتس والليرينج بيطلع كتير حلو على الشباب مين ما كان يكون خاصه هون مش كانه شوي عم نحكي عن اعمار اصغر يعني هون عم نحكي عن يمكن تينيجرز لل 25 26 سنه انتبه ايام بياتنا من زمان كنت تشوفيهم لابسين شميزات الحرير المعرقه نص كم يعني انا بشوف صور بي كلهم هو يقول لي انه هول ويقول لي هول كانوا احلى وارتب شميزات بوقتها انه كان يكونوا حرير ونص كم كان كتير ترندي بس اللي عم نشوفه هلا على الشينز الذهب عن جد كانت هيدي الموضه صح بس اللي عم نحكي عنهم لهالصيفيه هن اللي برينتد اذا بدك مثل ثاني صوره اكيد ما يكون طولها اخذ هالقد من جسم الشاب يعني بتحسيها انه اخذت من شكل جسمه صحيح رح نكفي بالصوره اللي بعدها يمكن بعد عنا صوره او صورتين هون عم ننتقل على ترند انا ما بحبها للشباب ابدا بس بمحلات معينه بتلاقيها حلوه وبشوف كثير شباب بحبوها اللي هي الشير ماتيريال او القماش البتلاله عند السيدات كيف ما كانت تطلع حلوه صح. اذا لبستي شيء فوقها او تحتها بس عند الشباب سبحان الله في شيء بهالترند انا ما بقدر اشوف انه بيلبق لهم بس مثلا بثالث صوره الجاكيت انه الكفوف الكمام تبعها شير ما لنا مزعجه ترندي اذا حدا هيز ان ارتست بلاقي حلو عليها هالترند بس عم شوف كثير شباب بيبسوا التي شيرتس البتلاله وانا هالشغله بلاقيها كمان بتفقر من الاوتفيت يعني صح. لو قد ما كان في كات اوت يكون في فراغات بالقماش بس القماشة بحد ذاتها ما بحبها شير هذا الشيء بيرجع اكيد لذوق كل شخص بس انه هيدا من التوب ترندز هالسنه اكيد يعني. وممكن يمكن اذا بتنحط وينحط شيء فوقها يعني ابدا ما تبين تكون هيك ايه بتحسيها انه اهضم بس اول وحده الدجاب بروتال يعني هلا انت عم يمكن عم تتخيلي هيك شيء بمشروع صيفي بس انتم بتتخيلي حدا ظاهر هيك انت بالنسبه لك لا ايه لانه اذا بتحسيه مثلا يعني ظاهر عم يتعشى بتحطي عليه واطلع بتحطي جاكيتك ايه اذا عم يتعشى او انه ظاهر او في شيء رسمي انا ولا ممكن اقدر اتقبل الماتيريال الشير في بعد صوره لاخر صوره معنا حتكون صح هو ترند الاسود والابيض عند الشباب وهو ترند كثير حلو وكتير كلاسي وبعرف رح تعلق على اخر صوره ليه البوز يعني عامل بوز انا ما بعرف اعملها ايه هذا البوز قلنا نحن ما بنعرف نعمل ايه عن جد يعني ايه اللي دارج كثير هو يكون في مزيج بين الاسود والابيض بالاوتفيت يا بطريقه مونوكروم هو المونوكروم له معنيين يا انه يكون الاوتفيت بذات اللون يا انه يكون الاوتفيت اسود وابيض سو مثل ما عم تشوفي بتالت صوره الاب بيضة والفول اوتفيت اسود او بتاني الصوره الكوت اسود وابيض التشيكرد مثل ما كنا عم نحكي بالبرنتس بالمره الماضيه انه دارج عنا دارج كمان عند الشباب هيدا البرنت والاسود والابيض بيلبق للكل اي صح يعني حلو هلا انا ما كثير بحب التعريقه الموجوده اول شيء هيدا الاسود والابيض هيك ايه البرنت فضل يكونوا ايه البرنت يعني فضل يكون اسود
وابيض، وشفت هيك من يومك عم شوف بليزر كثير حلوه سوداء وبس هيك فيها زيح ابيض من تحت، انه بتحسي حلوه هيدي. عم تقولي لي انا بدك البليزر؟ مش لالي بس بس هي كثير حلوه. هولي هيك اذا بدك كانوا اكثر ترندز درج على الرانوي للشباب لهالسنه، بس انه مش كلهم معقول، في بس يمكن شغلتين لا حلوين. ليك دائما انا بقول انه حلو الرجال كمان يكون اوقات ستايلش ويظهر من الاشياء العاديه، خاصه اذا كان بدومين معين. يعني دائما لازم نفرق بين الرجل يلي بي يمكن وبيشتغل شغل رسمي. يعني رسمي، وبين الاشخاص يلي بفيلد الميديا وبفيلد الشهره الغنى التمثيل. هول دائما اشخاص لازم يعملوا هيك نقله نوعيه بستيلو، لو هن ما بحبوه بفوتوشوتس بفيديو كليب يعطوا لوكات جديده كاركتر. صح، لو ما بيشبهون. ودائما نحافظ على هذا الخيط عند الرجل الصغير يلي ممكن يكون اوقات مزعج. شكرا لك شانتال، شوفي كان على رد يعني قريبا. شكرا.